خلينا نسترجع مع بعض بقى كده الفيشال نيرف، ونسترجع بعض النرفات الأساسية أو النرفات المهمة عندنا في الفيشال نيرف. زي ما قلنا الفيشال نيرف هو النيرف اللي احنا شايفينه ده، كل اللي احنا شايفينه ده برانشات أو أفرع طالعة من نيرف أساسي اسمه الفيشال نيرف. واسمه الفيشال نيرف لأنه النيرف اللي بيبقى بيغذي كل العضلات بتاعة الفيس أو بيغذي كل العضلات بتاعة الوجه. وقلنا إن ليه برانشات كتير، وأخدنا مجموعة من البرانشات. البرانش الاول اسمه البوستيريور اوريكولار برانش، واسمه البوستيريور اوريكولار لانه ماشي ورا الاوركل، وده بيغذي الاوكسيبيتال بيلي، حته اللحمه اللي ورا الاوكسيبيتال بيلي اوف اوكسيبيتو فرانتاليس مسل. خلاص طيب، البرانش الثاني اسمه التيمبورال برانش، واسمه التيمبورال برانش عشان بيمشي في منطقه بنسميها احنا التيمبورال فوسا، وده بيروح يغذي الفرانتال بيلي اوف اوكسيبيتو فرانتاليس مسل، ادي عضله، وكمان بيروح يغذي الاوربيكولاريس اوكيولاي، ادي عضله تانية. خلاص يبقى ده كده التمبرال والبوستيريور اوريكولار. طيب النرف رقم ثلاثة ده بنسميه احنا الزيجوماتيك، واسمه زيجوماتيك لان في عظمه هنا بنسميها احنا الزيجوماتيك بون، والنرف ده بيروح ويمشي يعدي على الزيجوماتيك بون ويروح يغذي عضله اسمها الاوربيكولاريس اوكيولاي. براحه بقى كده، يبقى الزيجوماتيك نرف بيغذي الاوربيكولاريس اوكيولاي، والتمبرال يغذي الاوربيكولاريس اوكيولاي ويغذي الفرانتال بيلي، والبوستيريور اوريكولار يغذي الاوكسيبيتال بيلي. طيب تعال ناخد اللي بعده اللي هو الاخضر اللي هو الباكال. الباكال يبدا ان هو يمشي هنا، وفي نيرف كمان هنا، بص كده النيرف اللي هو لونه لبني ده المانديبولار، الاخضر اللي هو اسمه باكال واللبني اللي اسمه المانديبولار. في هنا عضله خدناها في الفيديو اللي فات اسمها اوربيكولاريس اورس، هنجد ان البكر والمانديبولار دول بيغذوا الاوربيكولاريس اورس. يبقى انا عندي بالراحه كده البوستيريور اوريكولار يغذي الاوكسيبيتال بيلي، والتمبرال يغذي الفرانتال بيلي والاوربيكولاريس اوكيولاي. خلاص كده طيب، والزيجوماتيك يغذي الاوربيكولاريس اوكيولاي. طب البكر والمانديبولار يغذوا الاوربيكولاريس اورس. تمام كده طيب، الموف ده بقى اسمه السيرفايكال، اسمه العنقي، بينزل عند السيرفكس او بينزل عند العنق، بيغذي عضلة اسمها البلاتيزما. طبعا بالمناسبة ده اسمه المانديبولار عشان بيبقى عند المانديبول، وده اسمه البكل لأن المنطقة بتاعت الخد دي احنا بنسميها البكل ريجون، عشان كده اسمه بكل نيرف. وقلنا البكل والمانديبولار الاتنين بيغذوا مع بعض عضلة هنا خدناها في الفيديو اللي فات اسمها اوربيكولاريس اورس، والسيرفايكال يغذي عضلة هنا اسمها البلاتيزما. بص هنا، حتى بيقولوا ان الفيشال نيرف البرانشات بتاعته عاملة زي أصابع الإيد. ادي البرانش الاولاني اسمه التمبرال اللي هو بيبقى ناحيه التمبرال فوسه، وادي التاني اللي اسمه زيجوماتيك بيبقى ناحيه الزيجوماتيك بون، وادي البكال اللي هو ناحيه الايه الخد، ناحيه الايه الخد، وده المانديبولار اللي هو بيبقى ناحيه المانديبول او الفك الايه السفلي، وده اسمه السيرفايكال اللي هو بيبقى ناحيه الايه العنق. ادي الثلاث برانشات. ويمكن استاذنا دكتور ايهاب رضوان كان دايما يقول انه ممكن نسكم او الخمس نرفات دول بتوتو توتو تمبرال، زوغ زيجوماتيك بدري بكال مع مانديبولر مع سوسو، توتو زوغ بدري مع سوسو، توتو زوغ بدري مع سوسو، تمبرال زيجوماتيك بكال مانديبولر سيرفايكال.